لاعب الكرة ترجعت اليمنى حتى لاعب الكرة هي الأمام منطقة المنتخب القطري محاولة مستمرة وخطيرة داخل المنطقة الثانية يأتي إلى شكل رائع جدا من الذي عبد العزيز الأنصاري في الدقيقة الرابعة عبد العزيز الأنصاري فعلا وضع الكرة بشكل رائع جدا وبالتالي في الدقيقة الرابعة من زمن شوط المباراة الثاني يأتي الهدف الثاني لمصلحة المنتخب القطري بشكل رائع من الدليل عبد العزيز الأنصاري تقدم